شو اسوي بهاي الاستنكارات؟ واحد بين الحياة والموت، هذا عنده عائلة. نعم. يعني هذا استهتار حقيقي بحياة الناس من قبل حمايات نائب. شنو دوركم انتو؟ قمتوا دعوة على هذا النائب؟ عملتوا تحقيق؟ عملتوا شيء لأهل هذا المقرود اللي راح بي لا بيها ولا عليها؟ اعتقد يوم فوضية حقوق الانسان اليوم انك احمد العطاء متواجد مع المتظاهرين من الساعه 8 صباحا لغايه الساعه 3 ظهرا، موجود في ناحيه القاسم اللي حدث في مكان الاعتصام مع الاخوه في اعضاء مجلس النواب من حركه الامتداد، اضافه الى شكلنا فريق، وتم الذهاب الى مستشفى الجمهور لغرض الاطلاع على الاوضاع الصحيه الخاصه بالدكتور برغام جاري متابعه، وتم تبليغ محاميه لغرض تقديم شكوى الى مفوضيه حقوق الانسان لغرض حالته للمدعي العام. اعتقد اليوم قانون 53 الخاص بالمفوضيه يحدد اجراءات المفوضيه في مراقبه اوضاع حقوق الانسان واستقبال الشكاوي وحالتها الى محاكم حقوق الانسان المختصه. اليوم مفوضيه حقوق الانسان ما تؤدي دور القوات الامنيه في حمايه المواطنين، لكنها تراقب سلوك القوات الامنيه، واليوم احنا شخصنا بان القوات الامنيه الموجوده في مكان الحادث هي مقصره في هذا المجال، عدم اتخاذ اي اجراءات من خلال عند قيام الاشخاص بالاعتداء على المتظاهرين، وبالتالي هي كانت موجوده حسب الروايات وحسب افادات الشهود اليوم تم الاستماع عليها في مكان الحادث. اليوم على وزاره الداخليه ان تقوم بمعاقبه الاشخاص الموجودين، خاصه انهم يمثلون اعضاء ضابط القضاء، وبالتالي في حاله حدوث الجريمه المشهوده ان يقوم باتخاذ اجراءات معينه. مع الاسف اليوم القوات الامنيه اتخذت الدور المتفرج في هذا المكان الحادث، وبالتالي يعني هذا خلل في المنظومه الامنيه في هذا المجال. طيب سيد أحمد، هل تخشون من يعني تنامي ظاهرة العنف ضد الناشطين والمحتجين؟ يعني التظاهر حق مشروع كفاله الدستور، ولكن يشعر متظاهرون اليوم بأنه يتم التفريط به. أعتقد هو اليوم المفوضية حقوق الإنسان حريصة على احترام حقوق الإنسان كافة، سواء كان حق الحياة اللي ابتدأت به، واللي يوم أمس أعتقد راح كان دكتور الغام في وضع حرج. اعتقد اليوم هذه الجريمه تمثل شروع بالقتل، وبالتالي نحن حريصين على ان نكون متابعه في هذا المجال. اليوم اعتقد اول اجراء على الحكومه العراقيه على وزاره الداخليه ان تقوم بمحاسبه الاشخاص الموجودين في هذا المكان الحديث، ومن ثم تقوم بالقاء القبض على الاشخاص المتورطين في هذا المجال. اليوم تم القاء القبض على شخص واحد من الاشخاص المحتدين، وتم اصدار اوامر قضائيه في هذا المجال. اعتقد اليوم هو الفيصل هو القضاء في هذا المجال من خلال القاء القبض على الاشخاص المتورطين وحالفهم المحاكم الجزائيه او المحاكم الجنائيه المعنيه. اليوم اعتقد كافه المواطنين معرضين الى حالات انتهاك حقوق الانسان، وبالتالي اليوم المفوضيه يعني تؤكد على مجلس قضاء على وزاره الداخليه ان تقوم بالاجراءات.